مشاهدينا متصفحي زيوسيتي.نت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه من برنامج لقاء مفتوح. لقاء مفتوح لهذا اليوم لقاء مميز بما في الكلمه من معنى، ليس مميزا بالمواضيع التي سندرجها فيه، ولكن مميز بضيف خاص من ابناء مدينه زيو، ضيف من سنوات الثمانينات، ضيف من سنوات الجمر والرصاص، ضيف عزيز على قلب كل ابن مدينة زايو. باسمكم جميعا أيها الأحباء نستضيف اليوم وجها مناضلا فرض عليه النضال قصرا، هو الأخ عيسى صابر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأخ عيسى صابر. مشاهدينا الكرام، من منا لا يتذكر هذه القضية، قضية عيسى بين ضفرين، عيسى وما تلاها من اعتقالات لكل من سماه أبوه عيسى بزايد. استضفنا اليوم رجل اسمه عيسى قضى 21 سنة ظلما وعدوانا في سجون المغرب. إخواني أخواتي، عيسى، ربما الأخ عيسى في بداية ديالي أنا كطفل لما اعتقد ربما القضية لا أعرف فيها أي شيء، نزل لي يسير مما أعرف، ربما من خلال حكايات تروج في أوساط مدينة زايو. استضافتك اليوم من أجل يعني كشف النقاب عن قضية ظلت غامضة وظلت من الطابوهات داخل مدينة زايو. بداية الأخ عيسى، يعني كيف ما هو معروف وعلى حسب المعلومات اللي عندي أنك أنت يعني عيسى صابر مواليد سنة 1964 بالضبط. يعني لما وصلت بالعمر ديالك 17 سنة خلفت الوالد ديالك الله يرحمه في المركز الفلاحي بزايد. يعني أنت كنت المعيل ديال العائلة ديالك. إلى حدود الساعة كانت القضية عادية، يعني مش شحال من واحد اللي كانت يتم، والأخ الكبير هو اللي كيتحمل المسؤولية. ولكن مع بداية ديال الظهور ديال حركة المجاهدين بالمغرب، في تلك الفترة بالذات يعني وقع تحول في الحياة ديالك. إذ سنة بعد اغتيال المسمى وضعيف الحبيب يتم القبض عليك بتهمة أنك أنت الفاعل الرئيسي في هذه القضية هذه. إذا الأخ عيسى، قبل ما تبدي ما نبداو في الدردشة معك من أجل هذه القضية هذه، بغينا نعرف واحد القضية، تقديم منك لعيسى، هذا عيسى اللي كامل الناس كيهضروا عليه، شكون هو هذا عيسى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيسى صابر مواليد مدينة زايو في سنة 1964، كباقي سكان زايو، موظف في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بزايو، كباقي شباب زايو، نشاط رياضي، الاهتمام بالرياضة، والتي هي الظروف ديال الإنسان اللي كيكون صغير كتعرف مسائل ديال الرياضة وديال الكرة بزايو، واحد المجموعة ديال الأصدقاء. بعد دازت واحد الفترة ديال ست شهور أو سبع شهور، ترسمت بعد وفاة الوالد ديالي الله يرحمه ورحمة الله، رجع للمكان ديالو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، خدمت أسيدي نقول لك واحد ثلاث سنوات من 83 ل86. هاد الثلاث سنوات وقع فيها عدة تحولات بالنسبة لكسبت، تم ظهرت مجموعة حركة المجاهدين المغرب، تمت اعتقالات وتمت مسائل كثيرة بالنسبة لهذه الجماعة. إلى حدود سنة 85 ظهرت جريمة قتل قرب عدادية زايو، راح ضحيتها احد اعضاء الحركه المجاهدين المغرب. في تلك اللحظه تمت الاجراءات ديال رجال الدرك والبحث والتقصي، من خلال هذا البحث والتقصي احد حراس الاعدادي قال لهم ودي بان راني سمعت اما اخويا عيسى او بن عيسى ما تقتلنيش، وعلى هذا الاساس تم البحث على اسم كل من اسمه عيسى او عيسى. قبل ما ندخلوا في تفاصيل السي عيسى،
على يعني من خلال الكلام ديالك يعني انت قضيت زيك كتعرفوا كطفل يافع كشاب يافع ممكن نقول يعني تلك الفتره هذيك يعني كانت حياه عاديه يعني كان كاب يعني للاسره ديالك قضيت الحياه ديالك كتخدم على خوتك اللي خلاهم لك والديك لا كانت المسائل عاديه يعني بعد الوفاه ديال الوالد ديالي رجعت للخدمه المكان ديالو كانت الامور عاديه تنقول لك من في 85 اذا سمحت لي السياسه في 85 وقعت جريمه قتل ديال اضعيف الحديد في تلك الفترة هذيك عندك شي معلومات قبل الاعتقال ديالك على حسب ملاذ المعلومات وقعت الجريمة في صيف 1985 نعم اعتقلت في صيف 1986 يعني سنة بعد الحديث تقريبا سنة انت كنت كتعرف القضية قبل ديك الاعتقال ديالك؟ نعم كباقي سكان مدينة الزاير قضية في يعني في عمومية عمومية راهو يزعموا مناشير وكسيتو اسلاميين كباقي كباقي سكان مدينة الزاير المسألة فيها حركة جهادية ظهرت في زايو لأول مرة بهذاك الشكل فرقت منشورات تتشكل من أبناء مدينة زايو هنا يعني كان واحد النسبة كبيرة كانت عندها نواف فين كانت بركان في الحسيمة في طنجة كان عدة أعضاء ولكن بالنسبة كنهضر الأعضاء ديالها اللي زايو بدات ديك الحركة ديال توزيع المناشير بدات واحد كيما تنقولوا رواج بالنسبة لديك الحركة ديك الحركة في زايو نعم وفي 1986 في الصيف بالضبط تم القاء القبض عليك ظروف ديال القاء القبض عليك واش انت القضيه يعني نهار ما كانت سميتك عيسى ما خفتش انهم غادي يجيو عندك الاعتبار انه كاع عيسى تداوهم ما جاش فاش وقعت الجريمه ديال القتل في 85 في الصيف 85 من بعد ما صرح الشاهد ديال اللي ساكن في الاعداديه بانه اما عيسى او عيسى ما تقتلنيش تما بدا البحث غير على التركيز على عيسى انت ما كنتش خايف ان على حسب الاسم ديالك انهم غادي يجيو عندك لانه واحد المساله كانت كتقولها لي الوالده مسكينه المساله تذكرتها كانت كتقولها لي الوالده كتقول لي ودي دابا انت اليوم كتدوروا على عيسى انت سميتك عيسى مع ان كنا كنسافروا مع الفريق ديال الزايو سافروا نمشيو للتوريك نمشيو للكرسيف نمشيو لجراده نمشيو لعبه الكره كتقول لي ربما يتلاقاو كنا نمشي للناظور ولا شي يقول لي ربما راه يفتشوا ولا كارطه شي حاجه يلقاو عيسى غادي يعتقد نعم ديال والدنا الحمد لله من الانسان ما داير حتى شي حاجه علاش غادي يخاف عيسى راه شدو عيسى شدو عيسى بعض شي اصدقاء كنعرفوهم شدوهم لقوهم لا ما لقاو حتى شي حاجه لقوهم ولا راه المساله عاديه ما فيها حتى شي حاجه كيفاش تم الاعتقال ديالك يعني الظروف ديال الاعتقال ديالك وشكون كان السبب في الاعتقال ديالك وشكون يعني ما انا جيت لهذ المساله ديال الظروف الاعتقال ديالي نعم قلت لك من 85 ل 86 كانت واحد البحث في هذه المساله ديال عيسى الى حدود 86 واحد الشخص كان خدام معايا في مكتب الجهه والاستثمار الفلاحي كان عامل موقات هذاك الشخص مشى عند رجال الدار قال لهم ودي عيسى اللي تيخدم في الفلاحه راه مع هذوك الناس اللي قتلوا هذاك السيد يعني ويشال واه قال لهم راني شفتو مع هذوك الناس اللي قتلوا هذاك السيد وعلى هذاك الاساس تم استدعاء رجال الدار اللي هاد تم اعتقال يعني وشايه فيما بعد غادي تبين غادي نجيو عاد في الموضوع ان الوشايه كانت كاذبه على اعتبار ان القاتل الحقيقي لا لانه هو كان عنده هدف من ايقاع الاسم ديالي في المساله تصفية حسابات شخصية لا لا تصفية حساب هو كان عنده انه راه غادي ربما يتوظف او ياخذ كريما او شي مهل مقابل لانه هو فعلا توظف لانه ديك اللحظه لا ما توظفش ولكن من ابناء مدينه زايد من بعد طردوه من العمل فهمت هو من ابناء مدينه زايد لا زال حيا يرزق لا زال حيا يرزق وساكن بمدينه زاير نعم. طبعا يعني قضيه يعني عارف يعني كانت وشايه هي اللي خلات يعني عيسى صابر يقحم في السجون ومثل كل هذا كان 21 سنه نقول لك هو هذا الشخص كان عنده هدف من هذا لانه يعني الهدف هو يعني احتلال مكان الصحافه ديالك في الوظيفه العموميه في المركز الجهوي والاستثمار لقيتها فاش كان عيسى ودا داود العيسى في زاير وكانت واحد الضجه عيسى من عيسى اللي سميتو عيسى حتى كتعرف الاعتقالات هذيك هو قال اذا عيسى ما تعطلوش هذه هي الفرصه ديالي باش انني غادي نستافد من غادي نستافد من هذا غادي نمشي اصلا السنس كيفاش جات ظروف الاعتقال واش هجموا عليك للدار ولا شدوك في شي بلاصه ولا كيفاش كانت ظروف الاعتقال كيفاش المساله ديال الاعتقال ديالي انا كنت كما كسائر الايام كان في الصباح ديال الخدام وصلت 12 ديال النهار لانه عندنا واحد نص ساعه ديال الراحه اللي قال تقدا فيها عيسى بعد سيدي انا طلعت هزيت واحد الموتور على واحد الصديق ديالي طلعت للدار ديك الحوت وصلت للدار من بعد ما رجعت للعمل اصدقاء ديالي اللي في العمل قالوا لي ودي راه رجال الدار جاو كيسولوا فيك قال لك خصك تجي لعندنا
انا مباشره ما قالوا لي الاصدقاء ديالي قلت نمشي نشوف علاش هاد الناس سولوا فيا. مشيت لعندهم وصلت للمكتب ديالهم لقيت تما واحد عند الجندار قلت له ودي انا هو عيسى صابر اللي جبت سولت عليه كنت جاوي السفر في العين قال لي جلست حتى شي قال لي جلست حتى شي لا جوداني قول لك انتظرت واحد نصف ساعة تقريبا من بعد ما جا لا جوداني ربما ما شفتش الحركة ولكن ربما دار شي حركة ولا شي حاجة مباشرة الله دار لي المينوت هبطوني المسألة في الكراج هنا معروفة الكراج ما سألوني لا شكون لا علاش لا مباشرة شكون يدخل الكراج جبدوا الخيط ديال الضو رشاو لي الخيط في الودني نعم الضو داك الشيء ديال المنابيل باش المنابيل اييه كدورو الاخر كتخطو بالضو كيطرحوا عليا سؤال واحد كيقولوا لي اسمو درت العام اللي داز في الصيف تحت التعديل طبيعة الحال يعني الضو كان يعني مباشرة الخيط موصل كان الضو يعني كان كانت ممروج ملاصق في الود يعني تحت هذا التهديد ما سألوني ما سألوني غير قال له هذا هو صابر عيسى مباشرة يمكن دار له شي حركة ولا دار لي يمين ودار هبطنا للكراج بدا السي جواب ديال الاستنطاق ديالك لا السؤال اللي كيطرحوا السؤال الواحد اللي كيطرحوا لي كيقولوا لي اش درت في الصيف ديال العام اللي زاد في الصيف نعم كيهضروا على 85 في الصيف انا ها فين مشيت ها فين مشيت ها مشيت تخيمت مع الاصدقاء ديالي ها ما متخيمت راه انا اللي حطيت لاكار ديالي في قابويا وبالنسبه للاخوان اللي كانوا معايا هذا هو هذا الشيء اللي وقع لي لا كيقولوا لي خص تكون لينا بهم قول لامك سمو درت في الصيف يعني السبب كان مساله عاديه هذه مساله بلا ما نتناقشوا فيها هذه مساله كانت واضحه yeah. لانه ما يمكنش انت غادي تدخل عندهم وغادي تعاملوا معك اللي ما كايناش الو سيدي ملي دخلوني بداو كاين عرفتوا مع الصاوي شي سوء طلعوا عليا السؤال باش درت العام اللي سمعت لي السيد شكون اللي تكلف التحقيق واش يعني الدركيين اللي كانوا هنا بزيو ولا دركيين لا الدرك ديال زيو ديال زيو جدام ديال زيو ديك الساعه كان الوريقي ولا 86 الوريقي نعم هو اللي تكلف المساله ولكن هما في فتره في زيو دوزت عندهم غير واحد تقريبا واحد ما كملش ساعه ساعه ساعة ديال الوقت بالنسبة لل وخلية سبيلك ولا لا لا رحلوني دوني النظر مباشرة غير داك اللي أنه هما كانوا كينتظروا أنني غادي نبوح لهم كرسي هنا يدار المحضر أنا فهمت أنا غادي يدار المحضر هنا دار الأمور كلها باش هذيك الساعة يقدموني للمحكمة ولكن أنا ما عرفتش على ما تقليد يقولوا واش درت العام في الصيف راه ما يمكنش أنا اللي عاقل على ما عرضوش عليك الجريمة راه أنت متهم في هذه الجريمة ولا أنا ما عرضوش كنقول لك هذا هو شنو درت السؤال الوحيد اللي كيطرحوا عليه أنه شنو درت العام اللي داز في الصيف هذا هو السؤال اللي كيطرحوا عليه من زيو يعني من المخفر ديال الدرك الملكي بزيو وقت تملك التيار ديالك للناظور الناظور داوني في السياره ومعايا المخفر الشرطه للناظور الناظور ومعايا السيد اللي قلت لك انه مشى قال لهم راه عيسى ديال الفلاحه يعني هو كان حاضر داو معايا في السياره كيأكد لهم كيقول لهم هو هذا لا لانه انا ما تكلمتش معاه ما تكلم معايا كنقول ربما هذا الدور عنده شي حاجه اخرى حتى انا ما عرفتش بانه راح انا ما عرفتش المساله ديال انه هو اللي مشى بيا حتى دازت واحد المود عاد عرفت بانه هو لانه هو كان كيداول هذا انا راه مشيت وبغيت نتوظف وبغيت هو اللي كيصر على هادشي العمال اللي كانوا معايا لانه وصلتني الاخبار بانه راه هو كان هذه هو التصريحه ديالو نعم هكا سيدي ملي تشتوني الناظور مباشره من الطوموبيل المخفر ديال الشرطه المخفر دخلنا ندير الجندار المخفر ديال الدرك الملكي الدرك الملكي نعم دخلوني مباشره كما تيقولوا الطياره الطياره طريقه ديال التعذيب اللي معروفه يعني يطلع الاخر يدير الجنوات لا لا الطريقه اللي داروا لي تخلي العصا ما كتبت واحد الحديده اللي كتبتو في الميموت كيدير لك ما بين جوج بيروات تيخليك تمشي وتجي بهذا الشكل هذا كتحرج تحت يعني اسئله طرح اسئله ما كانش فاش وصلت عندهم قلت له اسئله لا والو هذه هي الطريقه اللي بداو معايا كنقول لك لانه هما خداو من عند هذو راه ما قال لينا والو عند الصحاب جايو بانه راه ما قالوا والو بداو في كي مستمرين في التعليم لانه كينتظروا انني انا نقول لهم اسمو درت يعني انت تعترف تلقائيا تلقائيا بالقضيه لانه بالجريمه راه انا وانت كان في ديك اللحظه اللي كانوا كيعذبوك واش كانت كطيح في عقلك يعني القضيه ديال لا نهائيا نهائيا لا قلت لك انا كنقول في الاعصاب والتعذيب والشيف وداك الشيء ما عرفتش علاش الاسباب انا مع اصلا عندي غابت عليك لان مرت سنه غابت عليك القضيه ديال وضعي في الحبيب انه راه جاري البحث على عيسى شكون عيسى الله اعلم
من بعد الاعتقال في شحال بقيت في المقفر ديال الدار الملكي في المغرب؟ أربعة أيام كانت كلها تعذيب. جميع كتستنى من واحد ما معرفش قضية وبغات تلصق له قضية. وعائلتك كانت كتجي عندك؟ نعم. ما كاين عائلة، ما كاين ماكلة، ما كاين حتى شي حاجة. أربع أيام ما كليت ما والو. نهائيا. تعذيب وقول شنو تعذيب الشيفون للطيارة المسائل أنه تدير لك الميموت بهذا الشكل كيدخلك تحت الدرج، مثلا الدرجة كيدخل لك في ديك البلايصة اللي صغيرة. فهمت؟ ما كانش ممكن باش كيسولوا. دازت يومين. نعم؟ دازت يومين. من بعد جا عندي واحد جي لي ولا ما عرفتش الرتبه ديالو، قال لي ودي هذا دابا هاد التهمه اللي عندك راه عندك القتل ديال ضعيف كبير وفرقتي المنشورات كنت مع الجماعات مع حركه المجاهدين المغرب، مساله انا ما عارف عليها حتى شي حاجه تشد تقول لي. سمح لنا السي عيسى، انت يعني ما عندك حتى شي علاقه كتربطك بحركه المجاهدين؟ نهائيا، مجرد اسم، مجرد اسم عيسى. مجرد اسم عيسى هو اللي خلاك في 21 سنة في السجن. عيسى هي اللي جاب اسم عيسى هو اللي جعلني دوزت هذه المراحل كلها ديال التعذيب وديال واش نقول لك شي مسائل اللي ما تصورش على بالك. من بعد يومين عاد عرفت بانك راك معتقل في قضية ديال غبي مضحك. من بعد اربع ايام اللي قضيتها في المخفر ديال الدرك الملكي. دار ديك الساعة خدموا شغلهم، داروا المحضر وداروا المسائل بان انا كنت في الجريمة. قدمت للمحاكمة ام مشيت للسجن؟ لا مشيت للوكيل. وقعت على شي محضر انت؟ لانه كنقول لك انا من بعد يومين عقلت راسي، قلت لك انا ما عرفتش راسي حتى لقيت راسي نعس. من بعد يعني كان ربما ما يكون كتفقدوا في ذاك الوقت. دازت عليه شي مسائل اللي ربما الانسان ما يقدرش يتحملهاش. ما تحملهاش. يعني انت دابا كتساكت وكيفاش تحملت كل هذا المده ديال العذاب؟ ان شاء الله. من بعد اربع ايام مشيت للسجن ولا وديت لشي؟ لا، من بعد اربع ايام دزت الوكيل. انا ما عرفتش هاد الاجراءات كامله ديال الوكيل وديال المحكمه، ما عنديش علم على هاد المسائل كلها. كنت فاضل الوكيل. انا شنو كتعرف بانه كان في المركز ديال رجال الدرك في الناظور قرب المحكمه ديال قرب الجنايه ديال الناظور. لانه كان مسافه ديال 80 متر او 100 متر ولا بحال هاد الشكل هذا. انه استادوني على رجلين، داوني على رجلين، قالوا لي بهذا المسطره غادي نديوك عند واحد الشاب ديالنا عندك تقول شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. هاي لا، قلت له انا ما دايرش شي حاجه، انا غادي نردو نفس المكان باش غادي تسالي معاك. شنو قلت انا درت؟ طبيعه الحال انا قلت له انت جوندار واقف لك على الراس ديالك وانت قدام الوكيل، وانا ما عرفتش الوكيل ولا عارف الجوندار. قلت لك انا مسال المحكمه على شاب في 19 20 سنه. شحال كان في عمرك ملي تزيد؟ 22 سنه. 22 سنه وخرجت عندك 43 سنه، 21 سنه في السجن. يعني العلاقه اللي كانت كتربطك بهاد الناس هادو، يعني لا سلام لا حاجه كتجمعك بيناتهم، هما كبار انت صغير يعني. انا كان عارف الواحد اللي كنت كنعرف، كنت نعرف واحد الشخص خدام معنا، كان جارنا وخدام معنا في الاوفيس. انا ما عرفش اسمه الحركه ولا متمن الحركه ولا حتى تعتقل عاد عرفت بانه كان في الحركه، وكان انه كامل كصعب زيه حتى تعتقلوا عاد عرفنا بانه راه كان في الحركه. ما كانوش معروفين بان النواه ديال الحركه المجاهدين. ما كانش معروف. وزعت مناشير، شكون اللي وزعها ما نعرف، ولكن ملي بدات على حسب ما سمعتوا من المعلومات انكم جيتوا هنا لزايول مكان ديال الجريمه ومثلتوا الجريمه، صحيح ولا؟ انت جيت يعني انت جيت راك تعرف الظروف ديال التعذيب وديال شنو درت؟ كنقول لك انا وصلت واحد المرحله، لانه كنت في واحد البيت كانت مقابل ديالي القبوره ديال الناظور. قلت لهم راه كاملين هذوك القبوره انا اللي قتلتهم، ولكن غير كيحيد التعذيب. قلت لهم اودي راه لا علاقه لي بهذا الشيء، كيبدا التعذيب راه انا اللي قتلت وهكي درت له وهكي درت له وهكي درت له. تسمى يعني طبيعي لانه باش تقلت هنا من العذاب كما نقولوا. تخفف على راس من العذاب وصافي ماشي. من بعد صدر الحكم ولا شحال صدر الحكم؟ لا مشيت سيدي من بعد دزت سميتو الوكيل، دزت التحقيق، وصلت عند التحقيق. ملي وصلت عند التحقيق شويه تبدت شويه، حكيت له لافير، قلت له المشكل اللي عندي المشكل انا كنت مظلوم، انا ما عندي لا علاقه بين بهذا التنظيم ولا عندي شي مشكل، ما عندي مشكل حتى مع شي واحد باش غادي ندخل. قال لي صافي بحال التحقيق، قال لي صافي طلعت للجبل بحال المصطلح ديال التحقيق، قال لي صافي طلعت للجبل وسير طنبا. سيفتنا للحبس. لا سفتنا للحبس، مازال ما كملش معاه التحقيق. قال لي بهذا ملي حكيت له القضيه ديالي بقى كيسمع لي. ثقه احتياطي. عطيت احتياطي،
ملي كملت معاه هذا قلت له انت حكيت له القضيه ديالك قال لي صافي بحال الامر بحال الامر قال لي صافي طلعت للجبل قال لي سير قربا شحال تليت راه الاعتقالات احتياطا؟ سنتين راه الاعتقالات احتياطا فين قضيت هذه السنه؟ في السجن ديال الناظر كلها من بعد صدر الحكم من بعد في 88 صدر الحكم في 88 في 86 صدر الحكم بشحال سنة؟ 25 سنة كيفاش لقيت انت الحكم؟ ايوا صراحة مش غنقول لك لأنه داك الشيء اللي داز عليا ماشي كنت كنتظر أنه كاين فهمت كنتظر كاين شي حاجة مطبوخة من بعد مشيت السجن ومع كان تما الناس عرفت الناس وفهمت وكل واحد ماشي كونت واحد الفكرة أنه كاين مظلوم ماشي ما كاينش وكاين الناس اللي مشات فيها هكذا قلت لي مات على انا حتى ما دام انني وصلت لهذه المرحله ديال هذا التعذيب وهذا التلفيق هذه التهمه بهذا الشكل هذا فهمت راه ممكن انه يديروا اي حاجه يديروها يمكن يعدموك يمكن فهمت فكرت كتوقع اي حاجه يعني اي حاجه يعني بطبيعه الحال واش انت سنتين وانت في الحبس على حتى ما درت حتى شي حاجه بمعنى واش كتنتظر؟ كنتظر انه بطبيعه الحال كنتظر اسوء من مصدر الحكم بقيت في السجن ديال الناظر؟ لا من في 88 مباشره واحد 3 شهور او شهرين او حتى 4 شهور ربما هزوني داوني للقنيطره. تسمى السياد ديالك للسجن المركزي والقنيطره؟ بعد مرور ما بيت في السجن ديال وجده واحد الاسبوع دوزنا في الكناس عاد وصلنا للقنيطره السجن المركزي والقنيطره. القنيطره تماك يعني تم 19 سنه وليت مجتمع. تم التعذيب ديالك تما في القنيطره او النكل؟ تعذيب نفسي بطبيعه الحال يعني مجرى يعني المجرى الانسان اللي يدخل في الحبس اللي كيدخل الحبس راه اصلا تعذيب. كيفاش كانت الظروف السجن؟ الظروف شنو نقول لك؟ الظروف قاسيه. الظروف قاسيه لانه انت ماكل انت بالنسبه لك كنت في واحد العالم استقت في عالم اخر جراب بزاف ديال الحوايج لانه ما كنتش صعيب باش غادي تحكي عليها. يعني كنت انت مكلف بالاسره ديالك انت هو اللي كتعي الاسره ديالك مشيت للسجن خليت الوالده ديالك الله يطول عمرها هي اللي مكلفه بالاخوه ديالك. المهم بالنسبه دابا المساله ديال العائله هذيك حاله اخرى لانه هما العذاب ديالهم حاله اخرى لانهم بعد انا هما شكوا في البراءه ديالك ولا؟ بطبيعه الحال واش كانوا شاكين في البراءه ديالك ولا يعني ابدا ما كانوش شاكين ابدا ما يمكنش ما يمكنش الام لانه علاش لانه مثلا نقول لك القضيه مساله فاش هما كيطرحوا كيقول راه عنده الحوايج فيهم الدم السروال تريكو فيه الدم كيقولها الوالده اه السروال كيعطونا الوالده واش استدعوا حتى هي التحقيق ولا؟ جات التحقيق هجموا عليهم الدار وتفتيش الدار والسب الوالده واطفال صغار اطفال صغار كتعرف الانسان اطفال صغار دخلوا للدار فتشوا داو داكشي اللي بغاو تهديد جوج عندنا الجندار دول اختي الصغيره دول حتى هي شحال تبلغ راه كان عندها نقول لك واش 8 سنين بالضبط ما عرفتش المهم حسب اللقاء ديالي مع الاخ ديالك قال لي هي الاخت الصغيره باش تدخل انا كنقول لك عندها 5 سنين باش تعتقد اخرى هذه اخت اخرى حتى هي اعتقلت هي ماشي اعتقالات دعوة راه كتعرف اسئله وطفله صغيره ترهيب طفله صغيره من اجل البوح باشياء ديالك حتى نقول اخت صغيره عندها 8 سنين على حساب علمي عندك خوتك اللي هما اصغر منك يعني كانوا تيك في عندهم 14 15 ربما سي يوسف سي احمد كبار عندهم 12 سنه عبد الرحمن اللي خليهم كامل طول عمرهم هل اللي خوته هما استدعاهم للتحقيق؟ لا قلت لك داو استدعوا الوالده قالها جي عندنا من بعد الوالده استدعوا الاخت على اساس انها كما قلت لك على اساس انها هي اللي سدنا التريكو كان فيه الدم ولا شيء ما غير بغاو شي حاجه فهمت شي حاجه كتثبت انه راه كانوا بغاو يديروا ملف متكامل مفبرك ولكن متكامل لانه هذا هو المجموع كانوا بغاو شي حاجه لانه ما كانش عندهم ادله ثابته على انه ما كانش شي ادله اللي كتثبت انه عيسى كان حاضر او كان انت كيفاش خليت خوتك ديالهم صغار يعني انت الوعي ديالهم انت هو الاب ديالهم مثلا الاب ديالك مات الله يرحمه كيفاش عاشوا ديك الفتره يعني هل ها اخوهم الكبير راه الاعتقال هما عارفين انه هذا الترهيب اللي حسب الزيارات اليوميه والتفتيش اليومي للمنزل اللي كانت كديرها مع الاجهزه الامنيه يعني مجموعه من المشاكل يعني ومن اللي تعرضوا لها الاخوه ديالك كيفاش كانوا كيعيشوا هذه الظروف هذه؟ اقول لانه المساله كانت مساله كارثيه كما تنقولوا لانه كنا في واحد الاتجاه
خطين واحد الاتجاه اننا الحمد لله راه الاخ قدام رغم الوفاه ديالو داكشي مباشره تقلب كل شيء الامور تقلبت ولينا في معاناه معاناه شي معاناه معاناه يعني العائله ديالك عمامك خوالك الناس اللي كان عندي جوج الناس هما اللي وقفوا كان عندي الجد الله يرحمه هما اللي يعني ما تخلاوش عليكم يعني نهائيا امنين امنين بالعداله القضيه ديالك يعني راه لدرجه وصلت انه جدي الله يرحمه بغى يضحي بالمنزل ديالو سي صابر القضيه ديال العائله ديال المعيد ديال العائله ديالك قلت لي جدي وجدك والجده ديالك هما اللي كانوا مكلفين بالعائله العائله الاخرى انتم يعني كنعرفكم انتم من ابناء ديال مدينه زايد عندكم عائله كبيره داخل مدينه زايو كيفاش العائله اللي ما كانتش يعني كتجي عندكم واش كانت كتقول بلي هذا راه يعني مجرم يعني لا ماشي هما كانوا واخدين واحد الفكره خاطئه لانه كانوا كيقولوا كانوا معتقلين سياسيين وحد السياسه الفكره ديال السياسي في ذاك الوقت كتساوي شي الناس كلشي تتخاف اييه يقولوا نبعدوا منهم افضل لنا يعني مشاكل احنا في غنى عنها يعني العائله الا جات عندكم يعني كانت كتقول ربما تعرفوا ما كانش ما كانش زيارات المده تقريبا ما كانش زيارات ما ربما على ما اظن انا ما اظن ما كانش زيارات العائله حتى واحد ما كان كيجي عندهم على اعتبار ان اللي كاين يجي كيجي على اعتبار لا كتعرف الظروف ديال نعم يعني كيفاش يعني انت نفسك راك معتقل ولكن عارف راسك اللي باهي واش يعني هذا كان عامل يعني مساعد لك في السجن ديالك في المركزي في القناطرة واش كنت يعني مرتاح انك انت مظلوم فقط ما ارتكبتش جريمه اللي ربما الانسان يتعذب عليها نفسيا اما انك انت اللي كنت معذب لانك انت مظلوم في السجن الحمد لله انا كنت مآمن بانني ما دايرش يعني انا كنت نعم انت رجع واخر كيف ما كانت الظروف كان التعذيب وكان المسائل دازت زي ما تنقولوا صعبه ولكن كانت ديك الفكره ديال انك ما دايرش كترتاح مع راسك تقول الحمد لله انني ما دايرش لانه يعني كاين واحد الجانب ديال بينك وبين اللي خلقك الله سبحانه وتعالى يعني فوق الجميع مرتاح مع راسك كتقول غادي يجي واحد غادي تجي واحد الساعه نعم ربما الله سبحانه وتعالى غادي تبان والحمد لله الحمد لله الامور طابت على حسب ما لدي معلومات انكم قضيتوا 19 سنه في السجن المركزي نعم داخل القنيطره تبعد على مدينه زايو تقريبا 600 كيلومتر او شيء من هذا القبيل هذا اذا يعني 600 كيلومتر عائله اللي عائله يعني فقيره في الحقيقه يعني فاش غيتنقل حتى القنيطره واش كانوا كيجيو عندك شكون اللي كان كيزورك شكون اللي كان في الحقيقه بالنسبه للزيارات الوالده هي اللي كانت من البدايه ديال الاعتقال ديالي هي اللي تقريبا كانت كل شهرين كتجي عندي كيفاش كدير حالتها الوالده وهي تخيل معايا انت واحد السيده في الدار ما تخرجش واحد المده ديال 15 ولا 20 سنه ما تخرجش نهائيا من الدار ما كت الطبيعه ديال زيو كانت هكا فجأة توفى الراجل ولات كتخرج شويه مادام انا تمشي تجيب ديك الخلصه وداك الشيء بعد فتره عاوتاني قصيره تتوقع هاد المشكله ديال الولد ديالها تعتقل كتجي عندك حتى القناطره طلع عندها وشحال كتجلس معاك؟ يعني بعض المرات هي كانت تما شي ناس تتريها عندهم كتجلس السيمانه كدير تقريبا كدير لي جوج مرات ناس من القناطره تقريبا كدير لي جوج مرات الزياره جوج مرات مثلا كان عندي الزياره في الاثنين هي كتجلس حتى الاثنين الاخرى ديال الزيارات تجي يعني تقريبا سيمانه كتجلس تجي سيمانه كتجلس عند شي ناس دوك الناس مزايو ولا ما مزايو ساكنين في بلاصه نعم يعني في تلك الفتره كلها كانت الوالده الحاله ديالها يعني كيفاش كانت الصحيه تخيل تبع واحد الانسان الابن الكبير عندها نعم المعين ديالها هي كيفاش غادي تصور انها تكون هاد الام وهي كأم كيفاش تصور تكون هاد الام وزيد على ذلك انه التهمه ملفقه والوالده عارفه يعني التهمه ملفقه يعني ما شكاش هي لانه كتعرف ولدها مزيان نعم تعرفو مزيان ما يمكنش لانه كانت ظهر عليه شي حاجه بدا القتل ولا شي حاجه راه تعرف باش غادي تقتل واحد الانسان طبيعي غادي يكون تاثيرات جانبيه على داك الشيء شحال كتبلغ الوالده ديالك في عمرها البيت اللي كانت عندك الوالده واش كانت تقريبا 50 سنه 50 سنه واحد 50 في عمرها الان ربما واحد تقريبا الطير في عمرها 70 سنه تقريبا في السبعينات من العمر ديالها العمر ديالها الحاله الصحيه ديالها واه كضرب لي مباشره من بعد بقات المشكله دوزت غير واحد الفتره ولات ما كتنعسش ولات كتهضر بوحدها ولات دارت غير حزينه ما كاين عيد ما كاين مناسبه ما كاين حتى شي حاجه يعني سبت لها هذه في مشاكل يعني هو اضطر واحد الاخ ديالي انه ودي ربي من الثانيه ولي واحد الساعه كتشرب ديك الادويه
يعني كتعطى الادويه اللي كتسمى جراء يعني ذاك الارتقاء تاع السوفي اللي تعرضت عليه. الساعه كل ما جرى لي هذيك في ديك الاحداث طرا عليها راس. يعني واش باقي الان تتكلم غير بوحدها، ودابا الان كانت نسات واحد شويه، ولكن ملي ظهرت القاء القبض على الشخص المعني بالامر نعم عاوتاني تحيه لك شي عاوتاني بكاء، لانه رجعت ذكريات ديال البدايه ديال الاحداث. مشاهدينا الكرام، يعني كل ما حكاه السي عيسى ومن بعد واحد المده ديال 30 سنه اعتقد ولا من هذا ولا شيء من هذا القبيل تقريبا، كيظهر القاتل الفعلي الاضعف الفعلي. يعني تصوروا معايا كل هذه المعاناه اللي حكاها ديال الاسره ديالو هو في السجن، التعذيب اللي فات عليه كله، ولكن في التالي كيظهر القاتل. الحمد لله اللي ظهر القاتل، يعني هذه مساله اللي ربما حتى اللي شكوا في يعني في البراءه ديالك، ها هو الدليل ان راه القضاء المغربي نصفك. ممكن نعتبر ان القضاء المغربي الان نصفك على اعتبار ان الحقيقه بانت. القاتل هو يعني عنده مجموعه من الالقاب على حسب ما سمعت، وهو يعني من المنتمين الفعليين لحركه المجاهدين بالمغرب. يعني ظهرت الحقيقه. كيفاش كانت؟ واش كان شي تحول طرا؟ كما كتقولي على ما سمعت دابا ان الوالده زادت تأزمت فين ظهرت الحقيقه. لانه ولات بالنسبه لي انا ملي ظهر في تم الاعتقال ديالو في 2012، حسيت كانني البدايه ديال الاحداث رجعت لي، كل الاحداث رجعت لي في الوقيته فاش تشد. 2012 ملي جاني الخبر بانه ورد السيد المعلم الامر تعتقل، الملقب بعيسى تعتقل، رجعت الاحداث بالنسبه للعائله كامله، ولينا عاوتاني كالبدايه، فهمت، مشاكل وضراء وصداع، فهمت، شي حوايج اللي ربما كنا حدائنا واحد شويه، ولكن من بعد الاحداث. انتم انت بالضبط واش كتعيش يعني الالم ديال ديك الفتره اللي يعني كتعيشها ولا الفتره ديال 28 سنه؟ هي 28 سنه على نص 28 سنه نعم. حتى تم الاعتقال ديالو، تما قريت داكشي في الجرائد، عرفت بان السيد تعتقل. عاد واحد اللي سبق لي الى كنقولوا حسيت بواحد شويه ديال الرحمه بالنسبه للعائله اللي كانت كتخاف الاول تجي عندك من بعد ما خرجت من السجن، واش كانت كتبقى كيجيو عندكم؟ طبيعي زعما غادي يتلاقاك ملي غادي يسمع الخبر، غادي يتلاقاك مبروك عليك، كنت على السلامة على سلامتك، ولكن حتى كما قالوا حتى تبانت الحقيقة كما نقولوا حنا في لأنه كان الإشكال تسمى هو كان إنسان في ديك اللحظة اللي كان خصو يعزرك معاك كما قلت لك كان الصبر تحتاج أضعف الإيمان أضعف الإيمان يسولك واش دايا ولا ما دايرش وكيفاش وقع لك، على الأقل يعرف ما يشي يسمع أخبار غير من مثلا من الشارع أو لأن الأخبار كتعرف مرات الأخبار كتداول فيها مزايدات كتطبع الطريقة اللي ما مرت فيها شي حوايج اللي أنت لا عقل لأنه كاين الناس اللي نعطيك مثال شي عائلة من العائلة ديالي قال لك بأنه راه بقى عنده الجوية في الوسادة والدم في السروال، تخيلت وهي يتبناو روايات وقصص هي في المحاضر وما تروحهاش هذه المسألة يعني اختراع لأنه الناس كتعرف كل واحد كيفاش كي افلام وجازه من طرفهم يعني واش كي تداولها بعد واحد كيفاش كيحللها يعني كانت واحد النسبه كبيره الناس اللي كانوا كيقولوا فعلا راه عيسى صابر كان قاتل فعلي للحبيب وضعيف يعني الحمد لله دابا الان ظهرت هذه الحقيقه هذه ربما غادي تكشف بزاف ديال المعطيات لانه حتى بالنسبه للعائله ديال الضحيه مشات عندهم الوالده ديالو والوالد ديالو قالت لهم اختي راه ولدي قال احنا عارفين ان ولدك ما دايرش عائلة ديال هو ضعيف لانه هو كان عنده واحد الاخ حتى هو كان في حاله فرار وكان كيتصل بالعائله ديالو كيقول لهم ودي راه هذاك السيد راه ما دار حتى شي حاجه يعني هما العائله هو كانت كان الاخ ديالو باقي ربما في اوروبا كان عارف الجريمه كيتصل بالعائله ديالو وداك الشيء كيقول لهم ودي راه السيد راه هما كيقولوا الام ديالو والاب ديالو كيقول لهم حنا عارفين داك السيد ما بينا وبين والو نعم كاين الظروف الاجتماعيه دابا ديال العائله ديالك الاخوه ديالك وكتر الحمد لله الانسان يقول لك ظروف صعبه الانسان الاخوان كتشوف خدامين في اسبانيا كتشوف الظروف ديال اسبانيا كي دايره نعم الوالده عندها واحد المبلغ ديال المنطقه 1000 درهم هزيل 1000 درهم واش غادير لك بالنسبه واش الضوء واش الماء واش الدواء واش المشاكل واش انت السياسه واش تعتقد غير انت في هذه القضيه ولا تعتقد الناس اخرين؟ لا كان معايا واحد الشخص اخر
الأخ صابر عيسان، أنت الآن متزوج، عندك ابن سميته محمد طه صابر، الله يخليه لك. يعني تغيرت الحياة ديالك نوعا ما. أنت قبل دخولك السجن كنت أعزب، كنت أعزب، يعني حتى خرجت من السجن عاد تزوجت ورزقك الله سبحانه وتعالى بواحد بالابن. يعني الحياة ديالك يعني تغيرت، تغيرت بزاف ديال الحوايج في الحياة ديالك. يعني واش الزوجة ديالك يعني مجرد خروجك من السجن ربما تزوجاتك، يعني هي كانت يعني عارفة أنك إنسان بريء؟ بطبيعة الحال هي كانت متأكدة، أنه مع الجيران ديالنا كانت متأكدين بأنه عارفين القضية ديالي، متبعين القضية ديالي. نعم. وزيد على ذلك أنه كان شي واحد آخر كيقول ما يمكنش يتزوجني، لأن علاش أنا تجي تقول لك أودي السيد 24 عام لابس لا خدمة لا حتى شي حاجة، صعب أنك تزوجك، لأنه الأحلام ديال النساء في هذا الوقت راك تعرف. نعم. خصها على الاقل تكون مسائل موفره، تكون ساكن، تكون إيه. عندك مندا ولا تكون عندك دخول. حسب علمي هي استاذه. استاذه تبارك الله. يعني الزوجه ديالك مراه مناضله بما في الكلمه من معنى، يعني استنات انك لقيتها اللي تخرج من السجن وتقدمت الخطبه ديالها يعني الظروف يعني تغيرت نفسيا، يعني انت كتعيش حاله نفسيه. كيفاش لقات الزوجه ديالك يعني الخبر ديال ظهور القاتل الحقيقي الوضع كيحيط؟ هو شنو نقول لك، الزوجه عاشت معايا هذه المسائل كلها، لانه كنحكي لها كل ما الظروف كلها كنحكيها لها. هي يعني ربما نفس الاحساس ديالي حسيته حتى هي، بانه الحقيقه والبر. علاش؟ انه ما كانوا واحد مجموعه العائله ديالها كيقولوا لها واش تزوجتي قتال؟ انه خصها حتى هي تثبت بانه ذاك السيد راه عاسي اللي كتقولوا بانه راه قتال، ولا كنا المصالح النفسيه ديال هذا الحقيقه. نعم. يعني انت من بعد ما بانت الحقيقه مازال ما توصلش للبراءه؟ لا مازال ما كنت يعني يلا في البدايه، من البدايه ديال من ديال القضيه. انتما كطلبوا التعويضات الان؟ يعني بغيت الطلب بطبيعه الحال. 21 سنه ماشي سهله. ما غاديش تعوضها مليار جوج ثلاثه؟ يعطيوك لا طوك، ما يمكنش تعوضها، ما يمكنش. ولكن على الاقل يعني واحد الجانب ديال انه تحس بان راك ترجع لك الاخر الكرامه ديالك. لا ونعرفوا بان فعلا المغرب تغير، يعني المغرب تغير فعلا، راه كيتصالح مع الماضي ديالو الاسود. هذا هو اللي ربما بطبيعه الحال. دابا الاشكال ماشي ديال التعويض شحال غادي يعطيوك ولا. نعم. التعويض غير هو واحد الجانب مادي، ربما ما غاديش تعيش به داك الشيء اللي بقى ديك الفتره اللي بقى تعيش به هذيك الفتره. واخا ما كانش جبد الفتره ديال العمر ديالك مشات من 22 سنه ل 43 سنه. هذه هي الفتره ديال الحياه ديال الانسان، فهمت؟ واخا الماده ما غاديش تعوض لك هذيك المساله ديال هذه الفتره ديال 21 سنه. قول لك الخير وفيما اختاره الله. الحمد لله على كل حال، حنا ملي ظهرت الحقيقه هذا جانب عامل نفسي الانسان تاع واحد شويه، ما بقاش داك الغموض على القضيه، شي تيقول قاتل شي تيقول ما قاتلش. الحمد لله الامور اتضحت. نعم. بقى الجانب القانوني راه داك الشيء اللي حنا اللي كنطالب انا بالنسبه ليا انه اعاده الاعتبار، يكون داك الشيء اعلان اعلاميا في الدوله تعرف بانه خطا في حقك كمواطن. ذات الانصاف في المصالحه. نعم. انتم دخلتوا فيها طالبتوا فيها بحقكم؟ درت الملف ديالي انا في عيد الانصاف في المصالحه، جاوبنا الناظور، استمعوا للوالده. ولكن من بعد انت كنت في السجن ديك الفتره ولا كنت في السجن؟ فاش تشكلت الهيئه الانسانيه المصالحه في السجن. نعم. داز هذه الفتره اللي درت الملف ديالي في البدايه ديال الاشتغال ديال الهيئه الانسانيه المصالحه، الفتره كلها حتى 2007 حتى 2008 مع ملي خرجت من السجن بديت كنتحرك شويه، كنمشي عند الرباط وداك الشيء. اخر مطاف كيقول لك عدم الاختصاص. عدم الاختصاص. عدم الاختصاص هذا هو هذه هي المساله الوحيده اللي خسروا عليك، عدم الاختصاص. انصاف المصالحه ما كتختصش واحد الانسان اللي تظلم وتقهر وكمعتقل سياسي، لانه الملف فيه القتل وفيه المس بالاحترام. الملف ديالك ادرج يعني كمعتقل سياسي ولا في الجنايات؟ الجنايات، ولكن التهمه القتل العمد مع سبق الاسرى والترصد والمس بالاحترام الواجب للسلطه والقيام بافعال يقصد منها بالبلد النظام والطمأنينه والامن. بمعنى ملف سياسي. ملف سياسي يعني كل هذا الشيء وانت الاخر. بمعنى انه ملف سياسي، لانه يعني كان واجب على الانصاف والمصالحه على الاقل
تدرج الاسم ديالك في هذا. كيف كيبان لك دابا واش المغرب يعني تحرك شويه زاد القدام في هذه المساله الحقوقيه؟ كيزيد القدام وكيتراجع بعض المرات لانه مازال اعتقالات مازال التهم كتلفق مازال. على ما اظن انا بالنسبه ليا هذه الفتره اللي عشتها كانت تغيرش بزاف شي تغيير كثير شي تغيير زعما كبير. رغم يعني اعتراف يعني الدوله اعترفت بماضيها الاسود. طبيعه الحال اعترفت في واحد الملفات. نعم. واحد الملفات خاصه اعترفت فيها. الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان بالنسبه للمنطقه الانسانيه. كان لي على سبيل المثال كان بعض الاشخاص اللي تعتقل يومين ثلاث ايام وتعوض تكرجوا التصرفات وتعوض الملايين. ولكن كان يعني يعني القضيه ديالك عاد كيباعات كي ظهرت البراءه. يعني بطبيعه الحال لا انا كنهضر لك بالنسبه لهيئه المنصفه هيئه الانصاف والمصالحه لقيتها فاش تاسست انا درت طلب تاع راسلت رئيس الهيئه. نعم. تعمت الملف ديالي ها هو الملف ديالي انا كمعتقل سياسي ها الموضوع ها الموضوع ولكن لا اجابه. من بعد جاو هنا الناظور واحد السيد اتصل بوالده قال له دير غيجيو الناظور فمشيت انت تحكي القصه ديالك. رغم ذلك دار الملف ودار الرقم ودار اخر مطاف قال لك من بعد مرور تعوضوا لي تعوضوا دازت واحد ست سنين او سبع سنين عاد في الاخير كيقول لك عدم الاختصاص. نتوما دابا واش غادي ديروا طلب ديال البراءه؟ طلب ديال التعويض ولا شكايه ولا شنو غادي ديروا؟ هذه المسائل انا قانونيا انا ما عنديش درايه بها. المحامي هو اللي غيتكلم المحامي يتكلف المسائل. يعني ما عرفتش واش كاين شكايه؟ لا ما عرفتش انا بالضبط المسائل القانونيه غادي تاخذها يتبعها المحامي. المسائل القانونيه انا ما لا درايه ما عنديش مش عندي شي درايه كبيره بها. دابا سمع لانه هو قال ربما هو على ما قال لك ربما حنا غادي نديروا مذكره المجلس الاعلى الرباط غادي نطالبوا بالبراءه وطلب التعويض هي المسائل. يعني كما كتشوف زعما ان ربما المغرب يعني قطع شي اشواط حقوقيه كيما قلت ممكن تراجع ربما ما وصلش النسبه ديال 100% ولكن ربما غير هذه الرساله اللي رانا دايرينها الان وغادي نذيعوها للعموم ربما لو كانوا درناها في تلك الفتره غادي نغبروا لا ولكن لا هي كاين تحسن طبيعه كاين تحسن. نعم ماشي ولكن بالنسبه لي انا بالنسبه يعني اكيد ما وصلناش النسبه ديال بالنسبه للنظريه ديالي انا كاين واحد النسبه ديال التحسن ولكن انا ما حدني ما شفتش يعني انا مازال كنشك بالنسبه لي انا كنشك في المساله انه راه ممكن انه الملف كله يتجمع وتتورط من بعد اللي وقع ممكن ننتظر اي حاجه ماشي يعني كتقول ربما غادي نوليو لديك الفتره هذه يعني ربما المغرب يعني ممكن انه الملف يعني مازال يعني كما نقولوا ساكن بواحد الخوف ديال 86 تجربه ماشي تجربه مريره ربما واحد ربما واحد اللي ما دازش تجربه يقول لك ولكن تجربه ما مآمنش مازال ما آمن حتى نوصل للمساله ديال الحقيقه تعوض وتعاد لك الاعتبار ديالك وترجع لك الكرامه ديالك ربما تكون واحد شويه ديال واحد شويه ديال انك تحس بانك مواطن مغربي. سي صابر عيسى وصلنا يعني لنهايه هذه الحلقه هذه واش كاين شي كلمه تقدمها للناس تاع زايو ولا تقدمها للعموم يعني تفضل. هو الكلمه هي انه القضيه تتحدث هي تقريبا ساكنه زايو تتعرض عرفت هذه القضيه عرفت هذه القضيه كل تفاصيلها. المساله وحده اللي كان ندير انا هو انه كنشكر جميع الناس اللي وقفوا جنبي اللي دعموني ماديا ومعنويا منهم العائله وبعض الجيران وبعض الاصدقاء ونقول لك زعما صراحه كان في بعض اللحظات الانسان كيصيفط لك غير رساله في السير كتحس بانك راك ما عندك واحد الانسان اللي سهل مساندك. لكن الحمد لله كنشكر جميع الناس اللي كانوا وقفوا جديد تاعي اللي ساعدوني وكنتمنى هذه المسائل ما تكررش. نعم وكتجربه كنتمنى ان هذه المسائل ما تكررش وهذه المسائل هذه صعيب الانسان يتكلم بها. يعني مهما حكيت يعني ربما ما غاديش توصل لديك واش ما كتشعرش بالالم وانت كتحكي له؟ بطبيعه الحال انا كنقول لك تحيات في يد كانه البدايه ديال الاعتقاد ديالي. نعم
اكيد يعني احنا كنتكلموا معك وكنشوفوا ان تاع عينيك ربما كان الانفعال ديال العين ربما مع تلك الفتره. صعيب 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 قلت انا شي حوايج اللي صعاب نقولهم ما تخش خرجه هو اللي زعما صراحه كاين كيما قلت لك نشكر الناس اللي وقفوا معايا واللي تامنوا بالقضيه ديالي حتى النهايه وهذا ما نتمناوش تعود المساله لشي واحد اخر بالنسبه للمغرب انه ينهي مع هذه المسائل كلها وواحد المساله بغيت نوجهها انه كنوجهها للحكومه المغربيه وبخصوص وزاره العدل انه هذه المساله ديال المحاضر ديال الطابله القضائيه خص اعاده النظر فيها اكيد اصوات كثيره المحاضر لانه ملي كتوصل كيقول لك المحاضر لا تناقش خص يدا الحل لهذه المساله اما المتهم يحضر مع محامي او تكون كاميرا او تكون فهمت كاين مسائل اخرى متطوره باش الانسان اللي كيكون ما دارش يعرف بان كيعرف المجتمع كامل كيعرف بانه ما دارش فانت كيدخلوا في غرفه كيقضيوا الغرض يقول لك شنو بقاو كائن في مدينه زيون ديال واحد السؤال كيفاش عايش الاحداث ديال 2 مارس ديال اعتقال ديال 7 من ابناء مدينه زيون وكباقي سؤال زي لانه كنلبت بهذيك المساله ديال الاعتقالات لانه الانسان تيطالب واحد الحق بشرعي مطالب اجتماعيه ما دارش شي حاجه اللي مسائل مشروعه من حق اي مواطن حقه يتظاهر حقه يطالب حقه مسائل عاديه كتبان لي مسائل عادي ما فيهاش هذيك العايله راه لا داعي لها انا اكيد يعني كلشي من السكينه ديال زيو بام بزاف ما كانش عارف القضيه ديالو ومنهم انا ما كنتش كنعرف يعني هذا اللقاء اول مره كنتلاقى بك اول مره كنعرفك هكا شخصيا وتشرفت بالجلسه معك يعني قضيتك راه كي مشاهدينا الكرام هي قضيه ديال كل السكينه ديال زيو كل واحد في الذهن ديالو كان عنده هذه القضيه ديال عيسى ها هو عيسى هو هذا حنا دابا الان كنا كنقولوا له على سلامتك وكنتمناو بالدوله تعوض له داك الشيء اللي فات داك الشيء ما يتفاتش قبل 21 سنه ما غاديش تعوض ولكن على الاقل ربما شي حوايج اللي غادي نتصالحوا مع الماضي ديالنا كل ما نتمناه هو هذا نتمناو المغرب يشوفوا مغرب جديد مغرب اللي يعيشوا فيه الاولاد ديالو بكل حريه الحريه في الشموليه ديالها نتمناو ان شاء الله ان المغرب يتحرك للامام يعني قضيه مثل قضيه عيسى هي هذه راكم سمعتوها القضيه هذه بينهم انا يعني اول مره كنعرف القضيه ديال عيسى نتمناو ما تكررش هذه القضايا هذه القضايا المؤلمه في التاريخ ديال المغرب بكل صراحه مشاهدينا الكرام من اعماق قلبي اقول على سلامتك الاخي صابر عيسى باسمكم جميعا نشكر الاخ عيسى صابر على تلبيته الدعوة لكم مني أنا سعيد قدوري أجمل تحيات وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.